كوتش باش تفسر الهزيمه نتاع اليوم ولا الانسحاب؟ اكيد انسحاب مر الدور الاولاني. تأثير بالاريتي معناتها جزئية معناتها صغيرة معناتها حكمت المباراة كما ضيعنا الماتش معناتها كان في ايدينا اون بريمير ميتا وراتينا بينالتي كنا نجموا نسهلوا به الماتش لكن صعاب من بعد على ليكيب. صحيح الاوبجيكتيف نتاعنا هو وتركيزنا معناتها الاهم سور لو شامبيونا لكن هذا ما يمنعش اللي اليوم انسحاب معناتها ضد فريق غرومبيليا اللي معانا معناتها في المجموعه. ان شاء الله معناتها ناخذوا العبره من درس اليوم فيه برشا معناتها حاجات اللي نجموا نخدموا عليها سورتو لي بالاريتي اللي ما كناش مركزين. كما قلت لك معناتها جزئيه صغيره كما ضيعنا في نتيجه تمسير بالاريتي مركوها. هذيك احكام معناتها مباراه الكاس انسحاب يعتبر بكري برشا حبينا معناتها ماتش الكوب يمشي اون باراليل مع الشامبيونا لكن الاهم اللي احنا حاجتنا به هو معناتها الترتيب نتاعنا يلزم معناتها في مجموعاتنا نكونوا الاولى ونكونوا نحضروا تركيزنا الكل على معناتها على الشامبيونا ان شاء الله معناتها الاحباء يتفاهموا معناتها صحيح معناتها الملعب التونسي وتقاليد يمشي ديما اكثر لبعيد معناتها في الكاس لكن اليوم مباراه معناتها الحقيقه نتاعها معناتها عكس ذلك. سير بالاريتي كنا نجموا نسهلوا الماتش كما قلت لك سير معناتها بينالتي جاء الماتش في دينا ضيعناه رجعت علينا بالعكس الكوره ولا غلط. غير كوتش عندنا مباراه صعيبه الجوله القادمه في نابل كيف تكون تحضيرات الفريق في المباراه شوف تحضيرات عادية هو سيزيام ماتش نتاعنا توا في الشامبيونا معناتها نكملوا في الديناميك نتاعنا نتاع لي فيكتوار اللي حققناها دارنيير مو وكيما قلت لك معناتها ماناش مش نخرجوا معناتها مش من مباراة يوم الكاس مش خرجنا على التحضير للشامبيونا باش نمشيو معناتها معنويات مرتفعة نحاولوا معناتها نقربوا أكثر للجروب ونحاولوا معناتها ندعموا المونتال نتاعهم وان شاء الله معناتها ننساو مباراه الكاس نتاع اليوم.